تحت شعار العالم العربي يقرأ، مركز إثراء يقدم الحفل الختامي لمسابقة أقرأ في نسختها الثامنة، والتي تأهل إليها 10 قراء بين 50,000 متقدم من العالم العربي للفوز بلقب قارئ العالم العربي في حفل جماهيري يشارك فيه نخبة من رواد الثقافة يعكس النهضة الفكرية الرائدة للمملكة. كونوا على الموعد السبت 7:30 بتوقيت السعودية مباشرة على شاهد.